اليوم ولله الحمد جرى توقيع اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي يعد خارطة الطريق لبناء تعاون استراتيجي مستدام في كافة المجالات، وسينبثق عن هذا الاتفاق لجان دائمة للأمن والطاقة والاقتصاد، كما رعينا معا توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم في مجالات وقطاعات مختلفة. على مستوى ملف المياه، وقعنا اتفاقا إطاريا للتعاون بشأن المياه، يتضمن التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات، وتنفيذ مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنيات الري الحديثة. هذا الاتفاق سوف يستمر لمدة 10 سنوات من دخول حيز التنفيذ، وسيكون كفيلاً بتحقيق إدارة مشتركة وعادلة للموارد المائية، وسيلمس أثره بشكل واضح أبناء شعبنا، وكذلك سيعود بالمنفعة على الجارة تركيا، إذ ليس من مصلحة أحد أن تتفاقم الأوضاع فيما يتعلق بالمياه وحصة العراق. نحن نرتبط بشريان واحد للحياة من المنبع إلى المصب. وفي هذا السياق، وفي سياق هذه الزيارة، جرى اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم رباعية على مستوى وزراء النقل، تضم إلى جانب العراق وتركيا كل من الأشقاء في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة. هذه المذكرة تتضمن المبادئ الخاصة بطريق التنمية. طريق التنمية هو نهر اقتصادي يربط الشرق بالغرب، يمتد من العراق إلى تركيا ليستمر نحو أوروبا، مثلما أن نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا ويصبان في العراق. هذا المشروع سينقل المنطقة اقتصادياً ويمنحها أهمية مضاعفة، ويفتح المجال أمام تكامل غير مسبوق يعتمد النماذج الاقتصادية النابعة من حاجة أسواقنا المحلية وعلاقتها بالأسواق والتجمعات الدولية. هذا المشروع ليس مجرد طريق للنقل السريع والآمن واختصار المسافات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وتنموية كبيرة، بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها، ومزيداً من التقارب فيما بينها، والمزيد من الشراكات في مختلف المجالات. فضلاً أن هذا المشروع سيدعم الأمن والاستقرار في منطقة هي بأمس الحاجة إلى عوامل الثبات والاستقرار.